وفي خبرنا الأخير، شهدت الدولة اليوم في بعض مناطق أبوظبي والعين يوما صيفيا ماطرا بهطول أمطار رعدية غزيرة صاحبها تساقط لحبات البرد على الوجن جنوبي العين، وامتد تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الظفرة من جنوبي العين إلى غياثي. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة.